السلام عليكم، شكرا على هذه المقدمة اللطيفة، وشكرا أن كلمتي جاءت بعد كلمة الدكتور سليمان. أشكرك جزيلا على هذه الإضاءات الجميلة. من الجميل دائما أن ننظر بعين إلى التاريخ ونستمد هذه القوة من النساء الخالدات، لكن أرى أنه من الأجمل أن ننظر بعينين إلى الواقع لنرى كم هي الفجوة كبيرة بين النساء الخالدات وبين النساء اليوم. وبداية فقط علي أن أعترف، أنا كنت أجلس هنا وسعيدة أن أنظر إلى هذا الحشد من النساء. هذه ربما أول مرة أتكلم أمام هذا العدد من النساء. كما تعرفون نحن في الهندسة، يعني نحن دائما مهددات بالانقراض كنساء مهندسات، عادة نتكلم أمام الرجال، فهذه أول مرة يعني أكون فيها في هذا الموقف، لذلك أشعر بحميمية جميلة جدا بيني وبينكم. لذلك أود أن أسألكم سؤال قبل أن أبدأ، وسأتحدث طبعاً يعني من وجهة نظر امرأة خاضت تجربة الدراسة والعمل، وأنا درست وعملت في عدة بيئات مختلفة، عملت في سوريا وفي قطر وفي فرنسا وفي أمريكا، وعملت أيضاً مع فرق في اليابان وفي الصين والمكسيك والبرازيل خلال 10 سنوات الماضية، لذلك سأتحدث من واقع التجربة. أود أن أسألكم سؤال، هل بإمكانكم أن تستحضروا 5 نماذج لنساء معاصرات، نساء مسلمات معاصرات قمنا بعمل إنجازات على مستوى البشرية خلال، إذا ليس الآن، خلال 50 سنة؟ وأتحدث عن نساء قاموا بعمل عظيم على مستوى البشرية، فادت منه البشرية كلها. امرأة مثلاً مثل السيدة خديجة قامت ومولت الحركة الإسلامية كلها في بداية في مراحلها الأولى، ولولاها ما كنا اليوم. لا أريد جواباً، أريد فقط أن تفكروا، هل يوجد اليوم أي نموذج بهذه الفخامة وبهذه القوة؟ يوجد اليوم تحديات. لذلك أنا عندما يعني أستمع لقصص النساء الخالدات يعني أسعد جد كثيراً وأستمد طاقة، لكن لما أنظر إلى الواقع أجد أن الواقع مختلف جداً عن التاريخ. نحن اليوم نعيش بعد 1400 سنة، نواجه مشاكل مختلفة، تحديات مختلفة. قبل قليل كان لدي محاضرة يعني مهنية نوعاً ما، وجاءني سؤال، لماذا النساء أو لماذا الهندسة مسيطر عليها من قبل الرجال أكثر من النساء؟ ومن الجدير ومن المثير بالاهتمام أن نسبة النساء الدارسات للهندسة في البلاد العربية فاقت 60% من نسبة الرجال الذين يدخلون كليات الهندسة. في البحرين 60% من الطلاب الذين يدرسون الهندسة هم من النساء. في أمريكا 50%. فهذا نسبة كبيرة جداً، وهذا تطور جميل جداً. لكن بالمقابل من ضمن 60% من الدارسات لكليات الهندسة، تعرفوا كم واحدة منهم تذهب إلى سوق العمل؟ 10% فقط. في أوروبا وفي أمريكا الأمر ليس مختلفاً كثيراً. في أمريكا تعرفوا كم نسبة النساء في أمريكا اللي بيدخلوا كلية الهندسة؟ 50% نسبتهم في الجامعات، لكن اللي بيدخلوا سوق العمل 16% فقط. هناك مشكلة. ما هي هذه المشكلة؟ بالأحرى هناك عدة مشاكل. جمعتهم شيرل ساندبرغ، وهذا كتاب أنا أنصح فعلاً للسيدات في مجال العمل أو إلى الصبايا اللي بدون يدخلوا هلأ ويشقوا طريقهم في مجال العمل أن تقرأ هذا الكتاب. شيرل ساندبرغ هي رئيسة العمليات لفيسبوك، اليد اليمنى لمارك زوكربيرغ. كتبت كتاب رائع اسمه لين إن. لين إن بمعنى تقدمي إلى الأمام. جمعت فيه كل هذه المشاكل التي تمنع النساء من التقدم في العمل والوصول إلى مراتب عليا. وبالمناسبة هي تذكر فقط يعني المرأة الأمريكية، لكن كلامها جداً مماثل، ونفس المشاكل التي تذكرها موجودة في كل العالم. جمعت كل هذه المشاكل في كلمة واحدة فقط. ما هي هذه الكلمة؟ الخوف. السبب الأول الخوف، وهو أول تحدي يواجه المرأة سواء المسلمة أو غير المسلمة في مجال العمل. وأنا سأذكر إن شاء الله تحديان أو 3 تحديات إذا سمح الوقت. التحدي الأول هو الخوف. الخوف من ماذا؟ درستي أنت والرجل في نفس المقعد، وربما كنت يعني أشطر منه وأخذت علامات أكثر منه. لماذا الخوف؟ الخوف
من أن تدخل في صورة نمطية وضعها المجتمع عنها مسبقاً. في دراسة لجامعة هارفارد، هارفارد بزنس ريفيو، تقول فيها أن 80% من الرجال أو من الشباب يعني اللي بيتخرجوا من كلية الهندسة يقوموا بالمفاوضة على أول راتب يأخذوه في العمل. بالمقابل يوجد 80% من الفتيات يلي بيتخرجوا من نفس الكلية لا يفاوضوا على راتب العمل، بالرغم أن الاثنين ليس لديهم المهارات الكافية للعمل. الفرق أن المرأة تخاف، كيف أنا إذا ما عندي مهارة كيف بدي أدخل، شو بدي أعمل، فتضع يعني تقعد تحسب حساب قبل حتى ما تدخل لسوق العمل وتشوف شو صاير بسوق العمل، وعلى أساسها تقرر إذا هي رح تقدر تتقدم أو لا. أيضا من أسباب الخوف هي الخوف من الرجل، الخوف أن تقع في هذه الصورة النمطية فتفشل، فيأتي الرجل ويقول شفتي قلنا لك الهندسة مو للبنات، الساينس مو للنساء، عدوا بالبيت. نفس الكلام يعني سواء بالشرق أو بالغرب. هذا هو موقف حصل معي وأنا يعني عملت في جي إي بنفس الشركة التي أسسها توماس أديسون، العالم توماس أديسون. كنا كل يوم نمر من مكتبه ويعني محاطين كنا باختراعاته حولنا، فكان هذا يعني مصدر جميل ومصدر ملهم يعني بالنسبة للجميع وخاصة بالنسبة لي. فأنا طبعا ما تركت العمل من وقت ما تزوجت ولدي طفلتين 6 سنوات ونصف وسنتين ونصف. فلما كنت حامل ببنتي الثانية هلأ عمرها 2 ونصف كنت في العمل طبعا يعني الحمل، ومع تقدم الحمل صرت أشعر بالتعب، والشركة كبيرة جدا يعني الباركينج تبع الشركة لازم أمشي ربع ساعة لحد ما أوصل للمكتب. ففي البداية أنا تفاجأت أنه ليش ما في مواقف سيارات خاصة للنساء الحوامل، معقول ما حدا إجا من قبل وطلب أنه يكون في موقف خاص للنساء. طبعا أنا ما ترددت للحظة أني أذهب لعند مديري وأقول له أني أنا حامل وهذا حقي وأنا أريد موقف خاص فيني لأنني حامل، وليس من مصلحتك وليس من مصلحة العمل أنه تجد امرأة تصل إلى العمل متعبة من أول النهار. طبعاً المدير فوراً حكم على HR، تواصلت معي HR، عملوا بحث في الشركة فوجدوا هناك 4 نساء حوامل. تاني يوم كان في 4 مصفات خاصة للنساء الحوامل. فسبحان الله أنا لما صار هذا الموقف أنا فعلاً قعدت أفكر أنه قدي أخذ مني الأمر لحتى أطلب بحق لإلي. أكيد كان في نساء كتير حوامل قبلي، شركة فيها 20,000 30,000 40,000 على مدى سنوات، معقول ما في وحدة كان إجها الجرأة أنه تطلب بموقف خاص؟ ليه؟ من الخوف، الخوف أني أنا في مجال عمل وأنا في أكبر مؤسسة رأسمالية، في أكبر بلد رأسمالي في العالم، مصنع الرأسمالية الأمريكية، أنا أخاف إذا قلت لهم أني أنا حامل أو طالبت بأحد حقوقي أن يتم استبدالي بشخص آخر. أنت حامل، هذا خيارك، اجلسي في المنز نحضر غيرك. طالبي بحقوقك. اليوم السياسة اليوم القوي لا يفوض الضعيف. إذا أنت لم تتحدثي وتطالبي بحقوقك لن تجدي أحد يطالب بها، وهذا قانون الطبيعة سواء في السياسة أو في الدين أو في كل مكان. سورة بالقرآن كاملة، أنا سورة خديجة بن خولة بن ثعلبة، هذه الإنسانة تمدني بثقة عجيبة سبحان الله. السورة الوحيدة في القرآن نزلت طبعا بالإضافة لسورة النساء وسورة مريم اسمها المجادلة. للأسف البعض يعني يتداول هذه الصورة للتأكيد على ثرثرة المرأة وشكاوى المرأة، لا، الموضوع ليس هكذا. خولة بن ثعلبة لما ظاهر عليها زوجها ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبدأت تشكي له، قالت يا رسول الله ظاهر علي، رسول يقول لها حرمتي علي. يا رسول الله لم يذكر طلاقا، رسول يقول حرمتي علي. وتجادل وتجادل، يا رسول الله الإسلام نسخ أحكام الجاهلية، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله ما أوحي لي بغير ذلك. فتقول له خولة تقول أوحى الله لك بكل شيء وطوى عنك هذه، يعني الله تعالى قال لك كل شيء وخبى عنك هي، يعني شوف الجدال والنقاش. فالرسول سكت، فماذا قالت خولة؟ قالت أشكو إلى الله لا إلى رسوله، الله اللي بياخذ لي حقي. شعرت هناك ظلم وشعلت أن الرسول لم ينصفها في لحظتها، فأنصفها الله تعالى من السماء. هذه الأسماء وهذه السير التي تذكر في القرآن لا تذكر من باب المداعبة ولا تذكر من باب تكريم المرأة، أنا أراها من منظوري الخاص، أراها رسالة للنساء لما تاخذي حقك تذكري، ولربما لو طلبت أكثر لربما أعطاها. أم سلمة التي ذكرها الدكتور سليمان، أو في رواية أخرى أم عمارة، مع أن القرآن يعني اليوم طبعا يعني هناك الكثير من الأصوات التي تقول القرآن هو خطاب ذكوري، لكن من 1400 سنة
هذا الكلام ما عجبها لأم عمارة لما جاءت لعند الرسول وقالت له: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، مع أن في القرآن ذكر النداء أو الحديث بصيغة الذكر هي للذكر والأنثى، لكن مع ذلك في هذاك الوقت ما عجبها لأم سلمة، قالت: ما لنا لا نذكر في القرآن. فذكر، فنزلت الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات عفوا والقانطين والقانتات. فأنا أحيانا بذكر بقول سبحان الله، يعني ربما لو طلبت أكثر لأعطاها. لذلك خلدت اليوم، مين منا اليوم لديها هذه الجرأة أن تذهب مش إلى مديرها في العمل، إلى إمام المسجد وتطالب بحقها أن تدخل إلى المصلى؟ من عندها هي القوة؟ حقوق مهضومة اليوم، نحن للأسف للأسف صح في صورة وفي كلام عنا كمسلمات، لكن نصف هذا الكلام حقيقي. نحن نقول أن الإسلام كرم المرأة، لكن الواقع يقول غير ذلك. لا نضحك على بعض، الواقع يقول غير ذلك. ربما أنا استثناء، واحدة أخرى استثناء، لكن 90% ليس هذا الوضع. في مشكلة حقيقية وعلينا أن نعترف بها. الصحابيات ما كانوا حتى يسكتوا على الألقاب. أسماء بنت عميس لما هاجرت إلى الحبشة، هذه قصتها فعلا تؤثر فيني جدا، جلست 17 سنة في الحبشة، فلما عادت وهاجرت إلى المدينة شاهدها عمر بن الخطاب فمازحها قائلا: سبقناك بالهجرة يا حبشية. فحزنت أسماء، حزنت كثيرا، وقالت: نعم سبقتمونا، كان بينكم رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم. لكن ما سكتت، راحت فورا لعند الرسول، قالت: يا رسول الله، شكت له عمر. فماذا قال الرسول؟ قال: أنتم أصحاب السفينة، أنتم أصحاب الهجرتين. ومن ذلك الوقت سميت أسماء صاحبة الهجرتين، أسماء ذات الهجرتين. هذه النماذج اللي علينا أن نستمد منها القوة اليوم. حتى يعني عائشة رضي الله عنها، كل شخص له تصور عن نساء النبي، لكن بالنسبة لي عائشة هي الإنسان المعاصر، إنسانة مكتملة، ذكية، عاطفية، مدللة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. في القصة التي ذكرها أيضا ذكرني فيها الأستاذ سليمان، لما ذكرت خديجة والرسول نهاها عن ذلك، صار في موقف شعري لطيف، لا أدري إذا في وقت نتحدث عن هذا. تسمعون قصة عائشة مع النبي بنوع من السجع أو الشعر؟ روى الإمام أحمد بن حنبلي في المسند الموثق المسلسلي عن أمنا عائشة الصديقة قالت، وكل قولها حقيقة: أكثرت للنبي في الكلام، لابد في الزواج من خصامي، وصرت بعد كلما دعاني أعرضت حتى لم يعد يراني، وطال هجري والنبي صابر، يهفو له قلبي ولا يكابر. فقال: مهلا أم عبد الله، الصلح خير من خصام واهي، لابد من شخص يكون حكما، يرضى كلانا حكمه ويلزما. قال: هل ترضين ما يقضي عمر؟ قالت: معاذ الله، بل أرضى القدر. قال: فهل أدعو إذن عثمانا؟ قالت: وما يدريه ماذا كان. فهل أدعو إذن عليا؟ قالت: أعوذ إن تك تقيا. فهل أبو بكر يحل المشكلة؟ قالت: نعم أبي لكل معضلة. فأرسل المختار للصديق: تعال يا ملاذ يوم الضيق. وجلس المختار للتحكيم، وجلس كالخصم والخصيم. وبدأ النبي يحكي ما حصل مبينا أسباب ذلك الزعل، فقامت الفتاة في هياج قائلة: أعرض عن اللجاج، وقل صوابا، واتق الخلاق، واحذر فإني أكره الشقاق. فدهش الصديق مما سمع، واصفر لون الوجه منه فزع، ولطم الفتاة باليمين، وقال: يا قليلة اليقين، لمثله يقال قل صوابا؟ أيكذب المختار إن أجاب؟ وهم أن يبطش بالصبية، فاتخذ الظهر النبي حمية. فأمسك المختار كف صاحبه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، فأمسك المختار كف صاحبه مستشفعا يرجوه لين جانبه: أقسمت بالله عليك جاهدا، دعها فإن كنت فيها شاهدا، واترك لنا أمر الخصام بيننا، نقضيه صلحا تحت سقف بيتنا. فلم يزل به إلى أن خرج من حيث كان قبل ذلك ولجا، فعاد يدعوها إلى الوفاق، فانتبذت منه على شقاقي. فابتسم النبي ثم قال: سبحان من يغير الأحوال، قد كان ظهري حصنك الحصينة، والآن أدعوك فلا ترضينا. ولم يزل يكرر المداعبة ملاطفا حتى أتته تائبة. قال أبو بكر: أتيت بعدها
رأيته يأكل من خبز يدها، كلاهما في غاية السرور والأنس والحنان والحبور. فأدركتني لهفة المغبون، وقلت والعتاب في عيوني، ألم أكن دعيت في الخصام؟ فكيف لا أدعى إلى الطعام؟ فنظر النبي للصديق وضحك، فنظر النبي للصديقة وضحكا لروحه الرقيقة، وقال أهلا سيد القضاة ومصلح الأزواج والزوجات، أنت لنا في الحرب والسلام رفيق صدق البدء والختام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله.